الرسالة الأولى اللي حبينا من خلال هالاقتراح الترشح هذايا كان بالهدف دفع كل من يعتقد بكونه له القدرة وله الكفاءة وله العزيمة للترشح أنه يقدم على الترشح هذايا حتى لو كان فما تضييقات أو حتى لو كان فما محاولة من قبل السلطة التنفيذية أنها تقصي منافسها. فجاءت الرسالة هذه إثر بطاقة جلب في أحد المترشحين، والكل يعلم، أنا نشوفه في المقاهي وفي الجلسات وفي اللقاءات عند أوساط الواسعة للمجتمع التونسي ولت بمثابة النكتة. إذا تحب تعمل مشكل لصديق ولا لشخص، خرج فيه إشاعة بكونه ناوي يترشح للانتخابات الرئاسية. فالترشح من في نقطة أولى لكسر حاجز الخوف أو حالة الارتباك أمام هذا الاستحقاق اللي ينتظره التوانسة. نقطة ثانية للرمزية حبينا نوصله لقيس سعيد بكون ملف التآمر على أمن الدولة ملف مفبرك، وأنه الناس هذه ناس وطنية وناس ما ارتكبت حتى ذنب، ويكفي أنه اليوم فتنا 13 شهر وقيادات سياسية ورموز سياسية محطوطة في السجن وما تمش التحقيق معهم، وموضوع هكذا بدون التقدم في الأبحاث وبدون أي اعتبار للمسائل الخاصة والموضوعية، معناه نسلبهم حريتهم هكذا بجرد قلم وبجرد قرار أحادي. هذا بالنسبة لرمزية الترشيح. أما النقطة الثانية اللي هي ما تقلش أهمية على الرمزية هي الكفاءة والاقتدار لعصام الشابي، يعني الشخص ذي عنده أكثر من 40 عام نضال ونشاط سياسي، دفاعه على القضايا الوطنية والقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية كل من مر بالساحة هذه يعرف. فحبينا نوصله بكون عصام الشابي عنوان ضمن العناوين في الساحة الديمقراطية اللي نجم يكون مراهن جدي لإخراج البلاد من الأزمة اللي هي فيها. في كل الحالات وفي إطار المرحلة الجاية، وهذا كان عصام نحن ننتظره في كونه يجاوبنا على الرسالة، وإن شاء الله فما حديث أو فما تبادل وجهات نظر، ونحن بصدد النقاش معه في الأفق إن شاء الله بشي يجاوبنا وبشي يصدر الرسالة وتوا ننشرها للعموم. فترشح ذو مضمون يحمل رسائل معنوية ورسائل رمزية، وذو مضمون قيمي ونضالي وطني يدافع على خيارات قادرة للتحقيق للتأثير في الواقع اللي نعيشه فيه اليوم. هذا الترشح شجاع ونضالي، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية نقلب المعادلة، قد يكون هذا الترشح، مش قد يكون، هذه فلسفته، هو وسيلة لفتح الطريق أمام المبادرات اللي تهدف إلى اختيار مرشح مشترك. علاش؟ لأنه كما نعرف وقت اللي قدمنا، وقت اللي قمنا بالإعلان على اقتراح عصام الشابي كمرشح، أرفقناه بجزء ثاني ما يقلش أهمية، وهو تأكيدنا ودفعنا وتمسكنا بالنقاشات الحاصلة حول اختيار مرشح مشترك. وذكرنا بالاسم مبادرة العياش الهمامي اللي اليوم بصدد خوض أشواط من نقاشات مع كل المكونات. وأحنا في الحزب الجمهوري جلسنا وتقابلنا مع الأصدقاء من أصحاب المبادرة واللي يترأسهم الأستاذ العياش الهمامي، ونعمل على إنجاح هكذا مبادرة. شنو معناه؟ معناها اليوم تقديم مقترح ترشح عصام مش بمعزل على المبادرات، هو موضوع كمقترح للترشح ضمن الترشحات اللي يمكن تحصل، وهي وسيلة لدفع المبادرات التوحيدية للتعامل مع الاستحقاق الانتخابي بشكل مبكر وبشكل جدي. يعني الحديث اللي موجود في الكواليس وفي المقاهي بإعلان اقتراح ترشح عصام كان وسيلة لدفع المكونات الديمقراطية لمسك الأمور أكثر، ومعناها محاولة الإسراع بخوض خطوات عملية للنقاش والتوافق حول برنامج ومشروع وأرضية مشتركة ثم مرشح مشترك. فالترشح هو بالأساس وقبل كل شيء يهدف إلى تجميع القوى والمجموعات السياسية الديمقراطية في اختيار مرشح مشترك.
الحقيقة بالعكس، نحن نراو العكس في تقييمنا، أنه هذا الترشيح يجي 180 درجة معاكس لمحصول قبل، لأنه تقديم مقترح ترشيح الأستاذ عصام الشابي أولا هو في السجن ومظلوم ويتعرض لمظلمة كبيرة هو وبقية المعتقلين في قضية التآمر. في مين أرفضنا وأكدنا وسطرنا على كون هذا الترشح يتنزل ضمن النقاشات الحاصلة حول اختيار مرشح مشترك، وخلي للواقع وللممارسة وللأحداث اللي مش جين بعد باش تعرفوا معناها مدى صدقنا ومدى تعاملنا مع الحدث بمسؤولية التجميع، وداخل التجميع يمكن أن نرى مرشح عنده ميزات تفاضلية أفضل أو متقدم على غيره. لكن في هذا الكل إن أجمعت المكونات اللي بصدد النقاش اليوم على اختيار عصام كمرشح مشترك هذا جيد، وإن لم يكن ووجد شخص آخر له من الحظوظ أكثر من عصام الشابي سنكون أول من نساند هذا الخيار. بل أنا على يقين بكونه عصام الشابي هو في السجن، لو يتم التوافق على شخص آخر ويكون ماهوش هو لكنه عنده حظوظ أكثر للانتصار في الانتخابات، أنا متأكد أنه عصام الشابي وهو في السجن مش يكون من أكثر المساندين على هذا الخيار. دونك التاريخ مش يكرر نفسه، يمكن في الأسلوب والطريق أكيد. وكان نرجع للتجربة متاع 2009 تو نعطيك بالحجة والبرهان شنية الحيثيات اللي أدت للخيار اللي خذيناه وقتها. لكن تأكد والسادة المستمعين تو يتابعوا الأحداث بكون ترشيح عصام الشابي يتنزل في إطار الدفع نحو التوافق حول مرشح مشترك، والأحداث ستؤكد هذا بالحجة والبرهان مش فقط بما يمكن أن يقال ويروج من هنا وهناك. احنا نعتبر أن المقاطعة النشيطة هي عنوان فقط، وقد يكون من طموحات قيس سعيد أن الناس تقاطع مقاطعة نشيطة. نجيو للسيناريو الثاني، هو المشاركة بدون شروط. احنا ما نحبوش نكونوا ديكور، ولن نكون من أحزاب الديكور كما أحزاب الديكور في قبل 2011 اللي تزين البرلمانات واللي تعمل تصويرة واللي تقدم يكونوا ممثلية في البرلمان أساميهم خرجت قبل ما تصير الانتخابات. لن نكون من هؤلاء، لم نكن ولن نكون. النقطة الثالثة واللي هي نعتبرها الأقرب في توجهنا، وهو إعلان مبدأ المشاركة واعتبار الاستحقاق الانتخابي هي فرصة لخوض معركة سياسية جدية للتغيير السياسي، والنقاش مع مختلف المكونات حول برنامج وخطة واستراتيجية للتعامل مع هذا الاستحقاق من أجل كما قلت فرض مناخ انتخابي يكون فيه الاختيار سليم للتوانسة باش يختاروا شكون يمثلهم، والتقدم بمرشح. إن تمكننا من فرض هذا الخيار نذهب في المنافسة ونعمل على تغيير الواقع وإنجاح مرشحنا، وإن لم نغير في هذا المناخ قد يكون وقتها بالحجة والبرهان ندين هذا المسار عبر حجج مادية ملموسة يمكن أن نجمعها إثر المراكمة اللي باش نقوم به. يعني الضغط من أجل جعل المناخ سليم، المناخ الانتخابي سليم، والتقدم بمرشح مشترك لكل القوى الديمقراطية اللي تشترك على الأقل في المشروع المجتمعي والقراءة السياسية للوضع، ومنافسة جدية ومباشرة لقيس سعيد ومنظومته. We'll be right back.